خطوات في مدرسة سياسية في مدينة المسيلة، كذلك الأخ المرحوم وكذلك الأخ زيان. وإن شاء الله الشعب الجزائري ما يبخلش علينا، يعطينا أصواته. كلنا آمن بالله وملائكته بعد الصلاة على الحبيب ولا سيما في يوم الجمعة، لأن حقا نريد أن نغير. وإحنا اجتماعات هيئات الحزب قانونية ونظام. شكرا، بارك الله فيكم. انتخابات هذه إحنا عندنا طموح أن نجبة المستقبل يعني راح تساهم وتشارك بقوة، وإن شاء الله الشعب الجزائري ما يبخلش علينا، يعطينا أصواته، لأن حقا نريد أن نغير. وإحنا دائما نتكلم على إعطاء البلديات أو المجلس البلدية أو المجلس الولاية، أعطاهم يعني صلاحياتهم الحقيقية والقوة الحقيقية، ما يكونوش فقط كأداة من الأدوات تاع الإدارة. هذه الدولة نتكلم على قيادتها ونتكلم على المخزن، أنه مش ماشي بنية يعني صافية، بنية مخلصة مع الجزائر. للأسف تصرفاتهم خلات الموقف الجزائري. احنا باركنا كجبة المستقبل الموقف الجزائري الدبلوماسية الجزائرية، لأن نريد أن نؤدب هذا المخزن ويعرف أن الجزائر حتى بالخسارة ولكن الموقف نتاعنا يبقى موقفنا، وهذا احنا باركنا الموقف الدبلوماسية الجزائرية.